زوين ومشاشع راح بقطع قطع ليلاح متبلاح راح بقطع قطع ليلاح متبلاح ولا حبا قطع وفيلاح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في حلقة جديدة ونزل عند رغبة الطفيلات اللي متبعتني على قناتي وعلى الفيسبوك أطباق تفرح أم البنين. هاد الحلقة ديالنا ديال اليوم هي عبارة عن بسبوسة النمورة الشهيرة المحشية بكريمة رائعة وسهلة التحضير، كتجي اقتصادية وسريعة التحضير. كيف غتشوفوا في الصور قدمتها في الفيسبوك في صفحتي على الفيسبوك أطباق تفرح أم البنين السنة الفارطة، واستحسنت الطفيلات وتطبيقي العضوة معانا في الجروب وقلت لي مالا كنت لي نعدلها في فيديو على قناتي، قلت لي مالا ما نشتركها معاكم. تابعوا معايا الحلقة إلى النهاية باش تشوفوا تفاصيل ومقادير هاد البسبوسة هذه اللي كتجي لذيذة جدا وكتخرج كمية كبيرة. أنا هون قدمتها مقطعتها دوائر، غادي تشوفوا الطريقة بالتفصيل. تابعوا معي الحلقة كاملة باش تشوفوا الطريقة والمقادير بالضبط. الله نبدأ بالمقادير. عندنا أربع بيضات، غنمشي معكم مرحلة مرحلة. عندنا أربع بيضات، كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، واحد الياورت طبيعي، وخمارتين من فئة 14 غرام، وشوي ديال الملح، وكاسين ديال السميدة الرقيقة اللي كنصايبو بها الحرشة. بالنسبة للكاس هذا العبار ديال هذا الكاس هذا ديال الانبل الكبير. نمشيو للطريقة سهلة. أول خطوة نديرو البيض، نضيفو السكر، نضيفو الحليب، اعتذر على الصوت قابطني هذه الصحة شوي، كاس ديال الزيت، شوي ديال الملح، والكاس ديال ياغورت الطبيعي. نخلطوا العناصر عادي بحال كنخلطوا اي كيكه، بسم الله. من بعد نضيفو كاسين ديال نفس الحجم ديال السميدة الرقيقة. هاد البسبوسة هادي والنمورة كطيب نص بنص، كنطيبو النص الأول حتى نعدلو عليه الكريمة، ومن فم نعدلو النصف الثاني. إذا لهاد الغرض هذا لي نقسمو هذا الخليط على مرتين، نصو نديرو نصهم ونصهم تقريبا، هذا هو النص. هذا غنضيفو له واحد الخمارة من فئة 7 غرام، بسم الله. ونعدلوه يطيب، نقدو عليه الفران من التحت يطيب النار من التحت إلين نحسو بها لأنه طاب من الجنبات، نعرفو أنو طاب.
اذا عدلت هون الكيكه نصف الجزء الاول ديال الكيكه عدلته يطيب ديال البسبوسه، درته في الطاوه كيف قلت لكم مدهونه بالزيت وبالزبده والسميده لنعدلها الطيب نشف الطيب تماسك ونرجع لكم. بعد ما طابت من التحت طابتنا نشفت وطابتنا من التحت شفناها من الجنابات، نوجد واحد الكريمه دريك اللي غادي نعمروها بها. حاجتنا لهاد الكريمه هادي نص لتر من الحليب، واحد ثلاث المعالق كبار ديال مايزينا او زهره الذره، وعندنا واحد ربعه المعالق ديال السكر سنيده وواحد كاس ديال ياغورت طبيعي. طريقه سهله كيف ما كنوجدوا دائما كريم باتيسيير، في كسرونه ديروا نص لتر ديال الحليب، جبت الكوات شير كبار عامرات من مايزينا باش يجينا الخليط شويه عاقد، تتوحد شويه باش نكمل العموريه ديالها. ربعة الكوات شير ديال سنيده، بسم الله، وحده ثنتين ثلاثه اربعه نخلطوا العناصر نديرو فوق النار ونختار ونرجع لكم. مباشرة من اختارنا هذاك الكريمة كنعدلو كنضيفو الياورت الطبيعي، هذا مازال حامية، نخلطوا الكريمة حتى تتخلط، مباشرة نكبوها على الكيك على وجه سطح الكيك. دابا مباشرة من كبيته على سطح الكيك او البسبوسه اللي هي نساويه ناظرو ونعود ندخل للفران قاديه عليه من الفوق اللي ينشف لي شويه، نعود نحس على انه مات لي يتلصق لي باش ندير الجزء الثاني الطبقه الثانيه ديال البسبوسه، اللي نردو هذاك الفران ينشف لي واحد شويه ونرجع لكم. مباشرة منين نشف لنا هاد الكريم كيف شفتو ما كيلصق ما كيغرف الاصبع، صافي لي نضيف هون هذيك الخميره اللي بقات لي اللي نضيفها على هذا الجزء الثاني ديال البسبوسه العجينه الثانيه اللي خلينا، ولي نحركهم نكبها بتساوي على هاد الكريم هذه ونديرها فوق النار، نديرها في الفران طيب لي من الفوق فقط تحمر لي ونطرحها باش نسقوها بالسيرو. في الاثناء اللي كطيب لنا البسبوسه من الفوق درت هنا واحد الحامضه عصرتها وزرقت الاطراف ديالها، واحد كاس ديال سنيده، واحد نص كاس ديال الماء اللي نديرهم فوق النار للحصول على سيرو باش نسقي به هذيك نص كاس ديال الماء، اللي نديرهم فوق النار يختار لي يعود عندي واحد السيرو اللي غنسقي به البسبوسه من الفوق. دابا من بعد ما طابت وهي دافيه كنقبض هذاك السيرو اللي عدلت وكنسقيها به منين يدفى، صافي ونخليها تبرد ونعود نقدمها لكم بالصحه والراحه. التقطاع وتقديم البسبوسه كل سيده تقدمها بالطريقه اللي بغات، بغيت تقطعيها مربعات بتقدميها الا كنتي درتيها في طاوله ديال الدجاج كما هي. المهم بالنسبه للتقديم والتزيين كل سيده تعدل التقديم اللي بغات، انا اللي نقطعها هون بهاد القطعة دائرية عاقب منين بردت في هاد القياس هذا. غنواصل الطريقة هذه ونرجع لكم باش تشوفوا التقديم ديالها. بسبوسة النمورة اللي وجدت معاكم هي هذه، قدمتها هنا قطع فردية زينتها
بيستاش، وحده تزينتهم بيستاش مهروش، وحده تزينتهم بالطرفه ديال الكركاع. بالنسبه للتزيين اي سيده كتزين بالطريقه اللي بغات، وممكن تقدميهم هكذا سامبل، كتجي لذيذه ورائعه. نتمنى تجربوها وتردوا لي الاخبار، واني بكم هاد الوصفه هذه كتجي ساهله وكتجي كتخرج ياسر، ممكن نعدلوها لعندنا ضيافي. واني بكم هذه الحلقه ديالنا ديال اليوم، ما تنساوني في الاشتراك وانضمام الى قناتي، واني بكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.